بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في هذا الأحد الذي يلي عيد رفع الصليب نسمع الرسول بولس بيقول للغلاطيين بالإصحاح الثاني ما مفاده أننا نتبرر أي نتقدس من خلال إيماننا بيسوع أنه هو المسيح ابن الله الذي صار إنسانا وصلب ومات ثم قام لكي يحيينا معه، وأننا بإيماننا به على هذا النحو نتبع مثاله فنصلب معه صالبين رغباتنا الأرضية مميتين هذه الرغبات لكي تحيا فينا رغبة واحدة في الأمجاد السماوية. هذا معناه أنه نحن نلبس المسيح ها هنا في هذا العالم ونصبح سماويين ونحن على الأرض. وقت اللي نتعمد نلبس المسيح بالتالي منصير صالبين لكل رغبة أرضية، وعندنا رغبة واحدة أن نكون في السماء مع المسيح. ذلك كله نبلغه من خلال اعترافنا وتأملنا في محبة المسيح لنا التي دفعته ليفدينا على الصليب، وبذلك أزال سلطان الموت عنا وأعطانا الحياة التي له. وبسمعنا الإنجيل مرقس قول الرب من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسي ويحمل صليبه ويتبعني. معنى هذا الكلام أنه من يشتهي أن يصعد إلى السماء ويكون مع الرب فالطريق واضحة، تبدأ بتقديم محبة الرب على محبة الذات. شو الكفر بالذات؟ هو أنه يخلي الإنسان محبة الله قبل محبته لنفسه ولرغباته. كيف بيكون هذا النكران أو الكفر؟ بيكون بالابتعاد عن كل ما يبعدنا عن الله. يعني بدنا نبتعد عن المعاصي لأنه هي بتبعدنا عن الله، فلا نقبل بالزنا ولا بالنجاسة ولا بالشهوة الرديئة ولا بالطمع ولا بالحسد، لأنه مثل ما بيقول ديس بولس الرسول إلى أهل كولوسي بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية. لهيك نحن بدنا نبتعد عن هذه الرجاسات، وإذا بدكم عن المروجين لهذه الرجاسات أيضا، لأنه هن أيضا بيكونوا أبناء للشر. نكران الذات بالابتعاد عن المعاصي منه كافي وحده. بيقول القديس أثناسيوس الكبير إنه الكفر بالذات ما بيعني حصرا مجرد الامتناع عن الشرور وبتر الشهوات، لأنه هذا هو الجانب السلبي من الكفر بالذات. أما الوجه الإيجابي فهو توجيه إمكانات الإنسان واشتياقه ورغباته حتى يعمل حسب الروح القدس، وهو بالتالي أيضا انطلاق قوى الإنسان لتحيا في السماوات والإنسان بعده على الأرض. وبالتالي الكفر بالذات مثل ما بيقول ديس أثناسيوس هو عشق المصلوب، فيصبح الصلب مع يسوع انبعاثا قيامة لقوى الإنسان حتى يرغب في أن يحيا مع الرب في الأبدية. هكذا نغلب محبتنا للرب على التمرد ضد الله ووصاياه. هذا التمرد نحن منشعر فيه لما منسمع وصايا الرب ومنقول تقيلي ما منقدر نعملها، ومنحاول انه نحن نقاومها. ليش ما بيخفف علينا؟ لانه لابد ان تنتصر محبة الله على محبتنا لذاتنا ولرغباتنا، فيصبح المسيح غالبا فينا
والشر فينا مغلوب. هذا الشيء نحن بدنا نريده، إذا نحن ما ردنا ما بيصير، لأنه رسم إشارة الصليب منه عملية سحرية، هي خضوع إرادتنا للمصلوب. الذين يحبون ذواتهم يتصرفون كأن الله غير موجود وكأن الدينونة غير آتية، لهيك ينغمسون في ملذات العالم، وبدل ما يمتلوا من محبة الله تملأهم محبة الذات طمعاً وإدانة للآخرين وغضباً وظلماً وقسوة وتكبراً وتعجرفاً وانتفاخاً وغروراً، ويسعون إلى التسلط والقبض على أمجاد الدنيا الباطلة. هل الدين الإنسان لما محبة الله ما بتعبيه بصفي فارغ وبيركض وراء الأمور الفارغة اللي ما بتوصلوا إلا إلى الهلاك؟ لأنه كل يتهادي ما بتعطي الإنسان سلاماً ولا شبعاً. علينا أن نصلي لكي ننجو من محبة الذات ونضرم محبة الرب في داخلنا. لهيك منرسم إشارة الصليب دوماً عند تمجيدنا للرب وقبل شروعنا في الدرس أو العمل أو الخروج من المنزل أو المكتب، ومنحط إشارة الصليب في المنزل وفي العمل وفي السيارة، بس ما منحطها كتعويذة لطرد الشرير، لأنه نحن وقت منحط الصليب نحن نعلن أننا نؤمن بالمسيح المصلوب وأننا أيضا مصلوبون معه. وحين نرسمها بافتخار بمحبة المسيح لنا، وهي علامة اتباعنا درب المسيح في صلب مغريات العالم، معلنين أننا نلنا الخلاص بالمسيح المصلوب والقائم حيا. اللي ما بيأمن بالمسيح المصلوب والقائم حيا ما بيكون مسيحي. علامة الصليب هي علامة نصر المسيح وغلبته على الموت وإزالة سلطة إبليس، لأن إبليس كان يتسلط على البشرية الخائفة من الموت، بالتالي بسلطان الموت يسود إبليس. المسيح بإزالته سلطة الموت أزال سلطة إبليس. لذلك حيثما يراها إبليس ترسم بإيمان يرتعد ويهرب مهرولا. ومنه شيء غريب أن العالم المظلم الخاضع لإبليس يحارب المسيح وينكر صلب المسيح، لأنه إبليس لا يريد للناس أن يعرفوا مقدار محبة الله لهم. ولكن بحث القديس هيلاني عن الصليب وإيجادها له أكد حسيا بالمادة الملموسة أن صلب المسيح قد حصل حقا، وأن مسألة الصلب ليست رواية خرافية كما يشاء البعض أن يدعوا. علامة الصليب هي سلاحنا ضد الشر، لذلك نرسمها بروية وثبات، إذ بها نعترف بالثالوث الأقدس وبتجسد ابن الله وصلبه وقيامته وصعوده. لها سبب، إن كنا نفعل ذلك أي نعترف بالإيمان المقدس ونحن نرسم إشارة الصليب، بيقول القديس يوحنا كرونشتات، تحل علينا قوة الصليب وتفرح بنا الملائكة. يعني لما واحد بيرسم إشارة الصليب بده يكون عم بيعترف بالمسيح ابن الله الذي نزل وصار إنسانا، صلب وقبر وقام وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأنه سيأتي ليدين الأحياء والأموات. هيك بتروي بيكون عم بيقول في قلبه وذهنه هذا الاعتراف. وقت اللي بيقول هذا الاعتراف هو عم بيرسم إشارة الصليب، تفرح به الملائكة وتحل عليه قوة الصليب. ولكن وقت الإنسان بيرسم إشارة الصليب بعجلة وبلا ترتيب وبدون اهتمام، يعني بيعملها هيك بس إنه حرك إيده
بس ما رسم إشارة الصليب صح، وما بيكون في مرافقة للذهن والقلب بالاعتراف بالإيمان. بيقول القديس يوحنا كرنشتاد، إذا عمل الإنسان هالشي بدون اهتمام وبعجلة يخلي الشيطان يفرح. المستهترون بعلامة الصليب يسميهم الرسول بولس الهالكين بجهلهم، لأنه علامة الصليب عند الهالكين جهالة. والذهبي الفم يقول لا يعلم الهالكون ما هي قوة الصليب لأنهم فاقدوا اللب. نحن ما لازم نكون من الجهال، بل لتكن علامة الصليب لنا نحن المؤمنين بالمسيح، لتكن لنا قوة الله وحكمة الله. آمين.